جه دورك انك تعمل دلوقتي بروجرام. البروجرام ده بكل بساطة المفروض ان هو يطبع السيكونس دي. فالسيكونس دي هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 5 9 13 17 21 لحد 101. يبقى الستارتنج بوينت بتاعتك هي 1 والاندنج بوينت بتاعتك هي 101. فشوف بقى ازاي تطلع السيكونس ده بالظبط. خليني بقى كده ايه ابدا احل معاكم المساله دي. هي من 1 لحد 101. فانا هاجي هنا في النت بينز، هو قايل لي انا هستخدم مثلا فور لوب، شايف ان هي اسهل بالنسبه لي. فهو هنا بيقول لي ايه الستارتنج بوينت بتاعتك هي 1، فادي هنا عملت له اي ايكوال 1 مفيش مشكله، والاندنج بوينت بتاعتك هي 101. فقلت له ان طول ما الاي اصغر من او بتساوي 101. وبعد كده لو انت جيت بصيت للمساله دي هتلاقي هنا بيقول لك ايه 1 5 9 13. فوانت بتبص عليها كده تلاقي ان في فرق 4 ما بين كل لوب والتانية. يعني انا في من 1 زائد 4 5، 5 زائد 4 9، 9 زائد 4 13، لحد ما هتوصل ل 97 زائد 4 تطلع ايه 101. يبقى انا ايه، يبقى انا كل لفة المفروض هعمل ايه؟ احنا كنا عارفين ان انا ممكن ازود واحد، بس كنت قلت لك قبل كده في الاوبريتورز ان انت تقدر تكتب حاجه ايه بالشكل ده اي بلس ايكوال 4. وقلت لك ساعتها ان ايه اي بلس ايكوال 4 دي هي عباره عن اي ايكوال اي بلس 4. ولو لسه مش فاكرها ممكن ترجع للفيديو اللي هيظهر لك في الاي دلوقتي. طيب هو كده في كل لوب هيعمل ايه؟ في كل لوب كل اللي هيعمله ان هو هيزود اربعة. فلو انت جيت هنا عملت اس اوت للاي، خلينا كده نتريس بس اول خطوتين فيها. فانت هنا بكل بساطة بتقول له ان الاي بواحد، ماشي؟ فحاليا الاي كده في الميموري بون، وبعد كده تبدأ تشيك هو الوان ده اصغر من 101 اه بترو، فهيطبع لي ايه 1. هيطلع هنا بقى ايه يزود على طول، فهنا هيزود الاي بكام؟ باربعة. فهنا 1 زائد 4 بخمسة، يبدأ يتشيك هي الخمسة أصغر من 101 اه ترو بخمسة. يبدأ يطلع هنا يزود كام الاي برضو؟ باربعة. فهنا الخمسة زائد اربعة تبقى كام؟ بتسعة. هل التسعة أصغر من 101؟ اه. وبعد كده لما هتيجي تعمل ران هتلاقي ان الريزلت طلعت ادي 1 5 9 لحد ما وصلت ل 101.